أن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ترهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا مركك وادو حنفتي ذي نفتي نودر دار ما إلهي سبحانه وتعالى عبسي ديسا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة والأخوات أيها الآباء والأمهات أيها الأبناء أيها المعلمين والمعلمات ولا ليا لمانتين وحان رب إلهي سبحانه وتعالى مركو وذان لمانتين كحمدينو نمعاد إلهي سبحانه وتعالى ونسيي تاسو إكوكة عن جماعنا في بيت من بيوته إلهي نوكل مي قري قري سكمدة ونوكل مي وحلوكل مه وحي وخير كبرنا أواه برشد كتاب إلهي جل وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي إني سنقولك كل من قري قريها إلهي كم إذا أيوكو برنا يؤدرايسين أي كتاب إلهي إلا ملائكة يقصدك رحمة يقصدك إلهي سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى أيو قحصة إلهي سبحانه وتعالى وعن كبرينا وقواس إلهي نغمة ديوه نبي عليه الصلاة والسلام وحوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحايدن كو خير بضن ويدن كو هناك سمتك قرآن كبرته دات كان بره قرآن كريم كا وحدي إلهي سبحانه وتعالى أمتا وصول تجي ومعجزة خالد إلى يوم القيامة ومعجزة ميراكل جوغيسة إلى مالنت قيامه وأنا وحى النبي محمد عليه الصلاة والسلام آيدي سوينا وأنا أداري هاي أنبيدي كهريسي ومضيه نقول ري ومض القرآن كانوا كلام معجزة خالد على السي مجر لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكتابك القرآن كان محان لك الربع أن المسلمين هان محان لك الربع إن القرآن كان أن ما حفظنه برانه كلقنه كعمل فلنه كتدبرنه كعبادة سنمرك قرآن إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وحوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنة قفك أخري حرف كم إذا كتابك إلهي وحوله طبعا حسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحوله لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف مرك القرآن كحرف كصول أخري عشر حسنات يقف كليه وحيابها قفك أنفع دون آخرة يكمليه قفك القرآن كحبل السنة الماهر ككو آية القرآن كمحوها سيدة في عنو يقانا مع الكرام البرر هاي وكتل ما من نبي عليه الصلاة والسلام كانوا كو أذقي هاي أو محوها قف قف هاي برنا هاي قفك أصلا محوها فله أجران أجر كينو كو أذكاء يددالك أسمينا أي أولي إلهي وعاك برينا إن لله أهلين نبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحوله أهل قواسو أهل القرآن إن الله سبحانه وتعالى نقدر كو قرآن كيس لازمة كو قرآن كيلها كو عبادة يستم قفك مركو آخرته بعد مماته هدي علمي ونشري يقرآن وبري يمصحف يمساجد وكتغو أجرق أصعناي أبد كيس هدي وقرآن كبرق قداش يسا وحا أصعناي أجر ما نتقي يا من تاج يا لو صار يا مرك والدك يا طالب العلم يا طالب الكتاب محوها لحفظ كتاب الله أرضي عن كتاب حفظنا يقوه هدا قرآن كحفظيسو إن والدك ما نتأخره أبال قد لو قد لقدونا تاج
كروم إن مدح الله صاري دونك المهودي أو قرآنك يحفظي قفك وحالي اقرأ قرآنك أخري أو ترتيل سيدة الدين ذو أخرنيسي بوسكا جنة ذو حن قندونا عند آخر آية تقرأها آية ذو دنبيس أو آخر سمك درجين كجنة كالا سرعي وحيابا لوكا قرآنك كمدة سورة البقرة وسورة آل عمران أيك وحيليه فضل قوني قفك استونا قمدة كدزارين وسورة حفظيو ما أنت قيام أيك قفك صاحب كور وشفيع هاي مرك ودودا يمانك قيام وقفك عن تقبل هاي جنة الجين هاي مرك لبا صورة نمحها سيكوني لوم مع والد حول أسرة والد كوع عمرو درتار منها قبض كإن قرآن كلا برا إلى سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله لئن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. One of the unique teachers that you'll find in the UK. He works in two masajids, both masajids he has students. And each masjid, every student is finishing the Quran within 2 years. And that's something Allah subhanahu wa ta'ala bless him as well. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to put this in the scales of good deeds as well. Without him, I think the students would have memorized this. He put effort, time. His kids are in another country, but he actually put this effort and time. So we have to thank him, because we can't keep saying all the students done this, but it's actually the teachers as well. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our Sheikh, Sheikh Muhammad. And I would like to welcome him to say a few words as well. Barakallahu fik, Sheikh Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. إله سبحانه وتعالى يا مهدسك أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى يا مهدينا ملو البنجونو مهدى الله سبحانه وتعالى كدمنا وحا مهدقونيا سجيدنا يرنتي مساجدك يا قائمنا دار السلام كدمنا والدين تا سلا وصو حضرتين كسو إعلان قوة أدسك يا إسكو ويرا وشريك لي السوق لي أدنا إن شاء الله وحي تسنيسا نية دينا يوريقنا يتسنيسا أن أنت كل واحد يوانو وهل سجيدي أنا وحيالك ورندونا إن شاء الله وقراسك يوسف السعودو قراسك عدا سدح سنية حوابا مكسو عنا أرضي دا أنت برقى نسبريني النية ما قبني وإسكا يري راين حتى رقوا وين بنقضين مالما مالكا دنبيسنا ركسي وينانا يوويان أنت وحيابو ay wadweyn ardayda kalena iska jiraan wa waxaan ku arkay inay jecel yihiin inay meesha imaadaan oo ay soo jiidayaan oo gadaal laga soo wadaynin waalidkana aad ay ugu mahadsan yihiin sida aan aragtay uu soo mar walba dhinaca ay taageerada u taagan yihiin quraanka ardayda kaloo kale tumaysan damaynin laakiin ayaga wax kale oo ka weynaystaan oo ah intay soo barteen kulligood ma wada hayaan laakiin in fara badan oo kamid ah inay maaragtay ay hayaan taana ayaa ah wax weyn inuu ardayga quraanka ugu dhameeyo kadibna
وريكا مارين أو سمحوا كجرني إنه حاد أما جسوا برتوس فعنو هاي إن شاء الله مركز أيو أيوس على جراسكا ترتن ندب حكوا جرين طوين جس بحكوا جرين ترتن مدي حوا والله يلب بالبلاريج لح بلد كديب إن شاء الله جولاي إن فسح كلا صو صعدة أنت على جارين كهر مساجد الأردن بايا يا ترتن لقى من دونا إن شاء الله واستجى مساجد كنن يا الفرقان يا دار السلام تنا وحياة هيد وسيدي الجروب كاغرا وسيدي الجروب إن شاء الله وح ونحسن هناك كنا يا رجينا يا بإذن الله الباري أنا هانك مع علينا رنتي ألف موفر حسن أرضي ذا رنتي سيوجع لي سيوس وحاضران يد وذا يصير مع رتي ذا تقول دقيستا أنت يا بسوكو ويا إن شاء الله بارك الله فيكم وحمد الله إن شاء الله مشي لك سوى ذا والد كينا لك دعيستا مر البنا وأنا ذا إيو وأنا قارا وصعتا وأنا ذا ضد ديارسا وأنا إن شاء الله تفر بضنا علمين لك سوى به دوران ساسا نرجينا بإذن الله لا تخي شيخ جزاه الله خير شيخ شيخ محمد خلال الله سبحانه وتعالى blessing. Just the one thing I just want to summarize what he said is that you got a competition coming up against all the three masajids, Masjid Quba, Masjid Furqan, and this Masjid, Masjid Darul Salam. I think everyone's preparing for it. You only got 6 months, so make sure you prepare, make sure you win it, make sure you bring it here. What do they used to say? Bring it home. So inshallah, I think that's 10 juz as well, or more. Maybe some of you are doing the 30 juz, so make sure you get ready as well. Barakallahu feekum. I think I want to hear more Quran. I'd like to call up next Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأسبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين المركب كوبات وحن أمها دعيرنا يا الله سبحانه وتعالى سوو كان كياني حفلة قيمها بضن اللغمة موسى يو كتابك إلهي سبحانه وتعالى هي برشادة قرآن كريمك انت كدب وحن أمها دعيرنا يا مامور كمساجدك iyo maamulka madrasada iyo runtii waxa weyn dowr muhiim ah ka qaatay inay noqoto meeshani meel diinta lagu barto oo waxa weeyaan
إلهي سبحانه وتعالى علمي سلوك برطو لقونا عبادة يستو مرك إن شاء الله تعالى ويونا مهسيهين مامورك مساجدك إيو مامورك مدرسة لبضوبة وحاكرون مهد علنا يا معالنك معلمين سلمان قراهان حوي معلم محمد وحوي أنتي جهدي بذنجلي عروتين وقرانك برو أنا أرغم سدى أي هذا قرانك عروتو آخرين أيام هي تربية كم وقت ما شاء الله سجن الله بركة يو إلهي سبحانه وتعالى حفظيو أولادي سيو حوي هركي سن الله بركة يو عمري جيس إن الله سبحانه وتعالى بركة يو ميزانك حسنات كان الله صار إن شاء الله تعالى وقدم بين وحنم هذا عرنا يا أرضي ذا رنتي سيد قيمة حبل قراك وبرتي إلهي سبحانه وتعالى أولاده نوح بذيو يجعل الله بركة يو دين إلهي الله كسوق ذلك أي وضاني جهد أي وضاني إلهي سبحانه وتعالى هوفو ذيو قرانك حبذي يسو وحوية نعمل كل غفيري ونبيري هاي نعمل كل بركة غفيري أنا وحوية دي واسد جزء حبذي يسو وحوية مبير أذقية مركب وحان ليا هاي أرضان إلهي سبحانه وتعالى وحوين هوفو ذي قرانك يقول ذلك سي وضان انت أكدب راليال رنتي وفرحاد وهي قيمة بضان مالس وجي مادة وحاو قيمة بضان مساجد كلاهي وحاوية مدير ومانتان سوغوني ميد سوغوني الحفلات قرآن كريم كالو قبرني اما ترتن لقبتي وعرضان لوقبتي ونوقتي ينو وحلا بارتو دوني دين يا لقرآن كاو قيمة بضان وحاو شرف بانداء ودون كان مادة وكتابك الله سبحانه وتعالى وحاكو قران كرتا قرآنكو وحو سودي بالرمضان وحي تاهي وبش قرآنكو وحوية لشار قرآن بالعبا وبش بلها قرآن بلها إلهي وفد بلنوي هبينكو سودي وإلارتو قدري هبين نذو وفد بلنوي ملقي سوقاضي وجبرايل أما جبريل وحوية نسنا وحوية ملاتو كفد بلنوي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بكو سودي أنبيضك لو كشرب وكقيمة بلنوي وكشرب بلنوي مالك قرآنكو wax kasto oo wax waxa weeyaan la saaxiibo ama u raaco waxa weyn qiimo u yeela saadarteed waxaan leeyahay ardayda ha u maleeynin waxa aad baranaysaan u yahay physics iyo waxa weeyaan maths iyo waxa tan u yahay waa kitaabkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyay qof kasto oo waxa weeyaan la saaxiibana sharaf u yeela walu fiirsada dadku waxa weeyaan quraanka yaqaana markay yimaadaan example ama mithal aan shaad dhigay sunnahu magaalada soo istaago Soomaali la dhan waxa weeyaan Ameerika sala waxa weeyaan hordaya wala wada sheekh marka soo gaasanta lagu boobaya laakiin in macallinka jaamacadda duuno yimaado dhowrnin oo saaxiibayn ba salaami Soomaa marka waxa weeyaan quraanku waxa weeyaan wax kasto uu raaco ama waxa weeyaan uu la saaxiibo ama waxa weeyaan waxa weeyaan uu la midoobo sharaf iyo qiimo dheer abuu yala marka waxaan oran lahaa arurta insha Allah ta'ala أي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا
أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة وحول الله يلا هذا مهر أنت اللي أرام وحول الله يريد أنا أحرر الله مهر الله لكن مع الله هم بعد الشكر لله تبارك وتعالى وحمد الله هلكم من دور هيري يوم هذا حرين وسمعي قال هان دليل هذا من يرير وانك حفتي لا سبحانه وتعالى أبركيو لا سبحانه وتعالى التوسير لا سبحانه وتعالى هو دمي أنت ودمنا أنت كبعدي وحن حسوسين أن أدت كنا إنه وحبر إنه أدت كي دعوة دن هرو قاضي لها مستقبل والشيوخ دي مستقبلك اللي هي كصلح بحامد تاس نور حربت جهدي فربنا اللي جريه وحربت وضع الشقي وحن وبرنا يسمي إنه وضع جوجنا إنه كل إحنا والله إنه ماذا ينقل من هي إنه جوجنا ودين دين تاني ربنا إنه نباشنا ما أنا ربنا لاشنا إنه قارس ندت كي نلا جوجنا ذي نقد دونيا dadkii luqadooda garanay fahmay hadeen inagu waxba gaarsiin kareynin waa dhalinyarada ay soo kacaysaa waa midhihi mustaqbalka diintu waxay nooshay markay aanu hayno dad yar yar oo baranaya yurubyada kale iyo adduunka kale markay tagtid masaajidada waxay isugu soo dhawaa odaya laakiin inagu Soomaali ahaan waxa kaga duwanaa masaajidadeena waa caamira dhalinyaro mar ay naga doonayaan in inagu isku duuban iskaxdeena ka saarno waxa wadankeena iyo dhulkeena ka dhacaya focuskeena saarna caruurteena waynu khususan ducada mustaqbalka waynu maaragtay in iska kaashano maamul iyo masjidba iyo macallimiin iyo waalidiinba ilaahay barakeesh maxamed juhdiga faraha badan iyo duqadka uu galiyay yani halkan iyo halka aad isu keenay labadaba tartamay waa xarruntiisa baadal yani dugu wada sheerno ninka waxbaray oo isaga ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka u saaro ilaahay subhanahu wa ta'ala yani amalka ayaanu ka yeelin عمل لو خسارة كي جهدي كنا ذلك اليوم كي لمد لو خسارة لا سبحانه وتعالى لأن يرى ذو حلا يا هاي you are the future of this deen you are the دعاة of the مستقبل you are the future scholars this is why you gonna be what's the next you should be thinking what's ahead of you محان سمعني قرآن كي أدار حفتي محان كدر يا تجويدي أحكامتي بريستي أعتدى كلايدن كي يري يري ولا ليه قراءاتك يدعودي كلي دينتي كلي فقهي كلي برشيدنا كل دان وكو كبتان إن شاء الله تعالى لدي كدوريا معلمين تنا جزاكم الله خير جزاء إدارة مساجد كيو ولا لها مدرسة دمام الكودبا أدبان وقام هاد علينا إنا أننا ما علينا إلا شكر نشكر الله تبارك وتعالى إلهي ما سبحانه وتعالى ومهد غيرنا وفاتشين إن كلاس كسامينا وفاتشين وسورتقي لي إن مارك تيار دي القرآن كوب لونا وإن وحيابيها المساجد دولي سنة كم تايدة إنو صوصارنا إن دين تينا خويل عشانو عرطينا نوح كبارنا مركان أبو معملها وصول وين نبود دوالي انت ولا باقي ولا عبدالله نور الله مهوس قادر لكن ورجيني نائنا نهلو وينك صومالي إن الله بركي يا الله يغا ميل والبت تاقن يغا أدا تكشت يوشي يغا تاقن أدا تكتو يسكول يغا هر تاقن أدا تكتو ملعامد يغا هر تاقن الله يدين بركي الله يدين حفتي أبي عشان كل يدوح بكم قيوة قوت ضروري يقول الله سبحانه وتعالى خبرك جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم لأن يروي هكا كسي هاي it doesn't mean this is not the end this is the beginning هكا كسي هاي this is the beginning of the next stage every stage you finish you should follow it up to the following stage إن شاء الله تعالى يا الله bless you all وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله بالله من الشيطان الرجيم
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنا المعنى وآخرنا يا قرآنك أيان كلاس كان أبو ري هنا نحفتك لنه وحا سيحة سوستا أرديد أفير كود معمولي هوري مدرسة أحمد الشيخ جبريل جزاه الله خير الجزاء أرديو حاجرتي أد قرآن كو أخرستا أخرس كو قواتك مركا أني يسعيدي وانكرر من الليسك مركز نغيري ما ينه ويددال دوناني ونركينا كدرا أرددي ما توحو فضا وحا ما شاء الله الحمد لله مركان أركو شيخ من حسوستا ولا يأرضي وحا كجيري قرآن كاكيستي سؤاد هاي وقت كاين حتى شيخ محمد حيني ويركن قلاس كاريه ومقايا ما أنت موتا يدي وحنوسن يركا أحمد بالله إرادة مركا أحمد باكستاني ويوكم مقا ديري مركا نيك ويل كاس قرآن كبقوات كا إنو محان كورا آخريو ما أنتنا أرضي دا قرآن كا لما يسي أما كدو إنو لما يسوى يو كجرا أرضي دا نظر كيسان غار كود ويندمي قرآن كوي خاتمين وحي كجرا نقتين شيخ محمد الله خير سيو وحو هورينا ويري دور جرماني ونيو أرضي دا حفلنا نقابلنا لما يسي وان صوبان دقنو إنو قرآن كدميين ما يعني وحول التثبيت هاي السوغان وكادي أرض معنى التثبيت كسوغان معنى تصيان أيان صوص علينا معنى وحلاقة قاضي تمنجس مركلقة قاضي وحى حيد ملك استوى تمنكاجس المهاس لوسو صار القرآن كين دريري الحمد لله رجع قارقود يعني وحى كانين سجالي سجاشن سديدي سجاشن يعني ملك استوى القرآن كان لوسو قبتي تمنكاجس دريري سبيك قبحن يكون معنى تجويد كوجي محاكو رعضاي دور آية وقصعنا وحسب وحي الله لو قمها النقو وحسها لنماها الماها قوة ما أنت قرآن كتو من جس ملك استو كتاب كله قصو صارو دريرنا ياي وحسها لنماها وإنو آخرين آدي آدوين إلهي اكتيسة إلهينا إن محاكو رعضاي نوافعو ترتنظن ويسيسو عندونان tartanka waxa ku xigi doona kan soo socda samarka qaban doono saddexda masajid waxa laga yaabaa inay 15 ay moqtay lagu qabanayo imtixaanka waxa kale oo jirta arday kale oo saddex jis ah tahan ka qaadnay oo maxaa ku raahday saddex jis oo xagga saraa yaani al-baqra laga soo bilaabaa وصدح جسات امتحانك كماري الحمد لله كوا حق واسه صدح جس كسوه مريبا يجنجرة
already ardaydaasi laftoodu 12 jisi iyo dheeraad way quraanka way xifdiyeen laakiin tasbiidkooga ayay moogtahay qadriga yiraahdeen intana annagu imtixaanka ku galaynaa guud ahaan ma joogin sheekh meerma ka warramay maan malayn waxaa jira arday kale oo galaas cusub oo xifdi oon maxaan ku rayno bilownay sanadkan weliba sanadka dabayaaqadiisi maan bilownay october oo sheekh cabdi risaaq u hayo waxaa saddex jis baan toddobaadan soo socda ka qaadaynaa ardayda rekoordka ogaanaynay sheekh maxamed saddexda jis ka qaaday iyo ardaydaasaan isku daraynaa marka kuwaasaan xafladda u sameynaynaa ardayda ugu sarraysana aan abaalmarintooda siin doona hadduu ilaahay yiraahdo waa weegagan soo socda insha allah hadduu alla idmo maanta halkan waxaa lagu abaalmarin doonaa 10 jis ardayday ku gashay hadduu ilaahay yiraahdo ardaydaasi 10 jis ku gashay qof kasta jaayso u helaya hadduu alla idmo shanta ugu sarreysa jaaysadoodu ha ka gadisnaato laakiin qof kastaaba u heli doonaa jaayso insha allah biidni illah waxaan rajaynaynaa ardaydan galaaskan hadda waxay noqdeen annagu arday uma xisaabsanaani masaajidkan jooga inta badan berihii hore arday noo ahaayeen laakiin hadda waxay ka mid yihiin maamulka yacni masaajidkaasi meel kasta oo way galaan meel kasta oo u bannaayeen waa u furay hadday tahay moogtahay inay kitchen tahay shaahi iyo wax ka samaystaan hadday tahay maxaan ku yidhahdaa xafiis hadday galaan oo moogtahay maxaan ku yidhaahdaa ay uga baahdaan kombyuutar wax kaste yacni waa arday masaajidka maamulkiisa kusoo biiro kale ka mid yihiin salaada alxamdulilah waxaani mahadii ah hadda waxaa muddo 2 bilood waxaa iga maqnaa imaamada yacni duruufo dartood 3 imaam buu masaajidku leeyahay duruufo dartood waxaa timiday inay 3 imaamo kala maqmaqnaadaan waxaan ictimaaday ardaydaas ahayd iyagaa tujinaya salaadahoo dhan yacni marka laga reebo salaada duhurka iskuulka ay ku maqan yihiin casarka xitaa mararka qaarkood ama iyo casarka laga reebo maqribka laga bilaabo fajarka iyo maxaan ku yidhaahday cisha iyaka imaam masaajidka ka ahaa waa laba bilood bishan hadda maahay 2 bilood ee ka horreeyeyba iyaka masaajidka imaam ka ahaa jadwal yar baan u sameynay cabdillaahi allah khayr siiyo dhalinyarta masaajidka ka shaqeysa maxaan ku yidhaahday waqtigiisa u horeeya iskuulka intuu jooga maa inanta kale ilaahay xooggiisa ha u barbaariyo maxaan ku yidhaahday waa arday yar oo 16 jir weya ninkaa inta leega hadda kamaradii inoo wada u jooga waqtigiisa intaa masaajidka ku maxaan ku yidhaahdaa dhalinyartaas weliba gala dhalinyartaa xifdiga inuu adeego ayuu waqtigiisa maxaan ku yidhaahdaa ku bixiyey marka jadwal buu sameeyey jadwalkaasay ku kala tujinayeen salaada arrintaas horta alxamdulilah waxa aada iyo aada loogu mahadceliyey weeyaan waxaan rabnaa inaan halkaa kasii socono sheekh maxamedna aad baan ugu mahadnaqayaa sheekh maxamedna saaxiibadii weeyaan yani maaha moogti arday hadda moodaa waa nin aada u dulqaad badan ood yaabayso markaa dulqaadkiisa maxaan ku yidhaahday ardaydaasi siday ula dhaqmaayo hadda ka hor ani macalin noocaasoo kala ma arag ilaahay ayaa kaa abaalmariyo cilmigaasi iyo diintaasi iyo kitaabka qur-aanka marka ardayda ku barbaariyey waalidiinta ka dambeeya ardaydan maalin kastae soo wadana maxaan ku yidhaahday maxaan ku halkaa soo gaarsiiyeyna aada iyo aada bay u mahadsan yihiin jazaahum allah khayr aljazaa ilaahay ayna xifdino dhammaanteenba insha allah biidni illah intaasaan kusoo koobayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من ما